السلام عليكم خوشي، مرحبا بكم معكم أمير المناظرين. جيتكم في هذا الفيديو كيف وعدتكم كيفاش تخلي كلبك ما ينبحش في الدار بلا كول الكتريك بلا حتى شي حاجه. المهم في هذا الفيديو غنوريكم كيفاش تخلي كلبك ما ينبحش في الدار. معنا هنا الكليكر ومعنا الريكومبونس. هذا الجواب اخوشي علاش على هذا الفيديو، علاش درت لكم هذا الجواب، غنجاوبكم على الاسئله اللي كتسولوني. كتقول لي يا خويا راه كلبي كينبح في الدار، كيسقط عليا الجيران، كاين لي كلاب وكيديروا ليه السم، ولا واش كيدير ليه؟ المهم انا جبت لكم واحد الحل نهائي كلبكم بطريقه بسيطه وغير بالعقل، ما فيه لا ضرب ما فيه لا عصا لا والو. حيت ضرب شي كلب راه باغي يسمع غير غادي تكلف. طريقه سهله وبخير كلشي وجهه لشي دراري وجربوها والطريقه كنخدم بها انا على الكليان. كيفاش كتخلي كلبك ينبح في الدار؟ فهمتي؟ كنخدم بها على الكليان، كنخدم بها، كندير الطريقه وناجحه ليا 100%. هو الطريقه خوشي غنوريها لكم دابا طابور. ولكن اخوتي اللي تفرج في هذا الفيديو يدير ابوني لاشين يوتيوب، راه هي نفس السميه ونفس التصويره ديال هاد الباج ديال الباج فيسبوك ديال ساجدو شي اكازا بلانكا اللي سميتها شي لاشين يوتيوب، سميتها دري ساجدو شي اكازا بلانكا. نفس اللوغو نفس التصويره ونفس السميه. المهم على بركه الله خوشي ما نطولش عليكم نبداو. خوشي اول حاجه قلت لكم كليكر، شريو كليكر. كليكر راه رخيص، اغلى ثمن ديال الكليكر 100 درهم 150 درهم. مرشديله راه كلشي عارف مرشديله، ولا لا كان كلب مو شي حاجه عزيزه على كلب تكون مرشديله ولا فرماج ولا اي حاجه. ما علينا، كلبك غيكون كينبح بحال انا غنخلي الكلب ينبح. ليندا ابوا ابوا دو دو ابوا 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 ابوا. حنا نقولوا كلب كينبح ابوا، حنا نقولوا كلبك دابا كينبح. شنو حتى انا حنا نقولك دابا كلبك كينبح ابوا. غتشوفو صدعك كينبح، غتمشي عندو، غتطلع عندو بحال اللي كنت عند ديرو في السطح، غتطلع عندو ولا غتمشي لانيش ديالو، غتمشي عندو غدير ليه بحال هكا بحال هكا. ستوب 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 فلاليس، غدير لاليس بحال غيكون عندو كولي ولاليس وغدير ليه بحال هكا. ستوب 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 بحال هكا، وغتمشي غتمشي عاوتاني. غتشوفو سكتش، غتشوفو سكتش، شد لي انا، غتشوفو سكتش واحد دقيقة، دقيقة غترجع عندو، دقيقة شوفو سكتش غترجع عندو، غتعطيه الريكومبونس بحال هكا. غدير الكليكر هي الأولى، غدير الكليكر ترا، تعطيه الريكومبونس، هاهو سكتش. غتعاود مع هاد ليكزيرسيس لي قلت ليكم، غتعاودو مع شي 20 مرة ولا 30 مرة، ياك الكلب مغيبقاش ينبح. المهم هاد ليكزيرسيس لي قلت ليكم، الكلب مغيبقاش ينبح. المهم انا قلت لكم هاد لا فيديو ليندا، هاد ليندا تبارك الله دري ساج كوم يا خوتي، عندها يلاه عندها دو موا وشي حاجة. دري ساج كومبلي اسي كوشي دو بات با بوجي زيكزاك. النباح ما كينبحوش ليا، لي بوزوا ما كيديروش بلاصتهم، كيديروا على واحد البلاصة اللي انا مولف فين يديروا لي بوزوا. المهم خوشي انا جيت لكم هاد الفيديو جاوبت الدراري اللي كيسولوني بزاف الاسئلة. فهاد السؤال كيسولوني كيقول يا خويا جاوبنا كيفاش الكلب ما يبقاش ينبح لينا في الدار. طريقة سهلة وبسيطة، جربوها الدراري. الدراري راه قلتها لشي وحدين في البريفي، جربوها راه صدقات ليهم. المهم كلبك انا نشرح لكم، انا كنشرح لكم كاع لي كاركتر ديال الكلاب، داكشي اللي مدريش الان. بحال دابا كلبك عنيد، واخا كدير ليه كيبغي تقول ليه ستوب ما كيسكتش نهائيا نهائيا، واخا درتي معاه الطريقة غتقصح معاه. قرب اسمي قرب هذا كلبك كاركتر ديالو عصابي والله، ما يتسوقش لك، غتقصح معاه، غدير لاليس لاليس غتخليها لي فلانيش ديالك. كولي ولاليس، كولي بحال هذا خوشي ولاليس، ماشي بنادم يدير صدريه ويقول لي لا راه داكشي اللي قلتي راه ما كولي ولاليس. وغدير الكلب ها إذا كان راسو قاس غتنشر لاليس من جد، دير ليها صافي الكلب غادي يعرف بأنه دار ديك الغلط. صافي غتعاود ترجع عندو، غتعاود تمشي من حداه وتعاود ترجع
تعاود عاود تشوف قلت لي نفس هاد ليكزيرسيس اللي قلت لكم تعطيه ريكومبونس جوج واحد دقائق شويه اول اللي في الموت جوج دقائق ثلاثه دقائق اربعه دقائق خمسه دقائق صافي وترجع تعطيه ريكومبونس. ديروا هاد ليكزيرسيس الدراري ما طولت لكم في هاد الفيديو ديروا هاد ليكزيرسيس وجربوه. والدراري اللي تفرج في هاد الفيديو راه اي حاجه غنولي اي حل غنولي نديرو لكم فلاشين في هاد اليوتيوب غنحط لكم فيديو في اليوتيوب ديروا ابوني لهاد لاشين راه ديما اي كلشي غيدري سيكل بيدو واللي ما عندوش الوقت واللي ما شافش الطريقه ما دار الطريقه وما عرفش كيفاش يستعملها وكذا يعيط ليا يصوني ليا ندير ليه تريساج مرحبا على الراس. المهم خوشي دابا غنوريكم تريساج ديال ليندا غير على الاولى عاود تشوفوا التريساج ديال الكليب باش بارك الله بقى صغيره ومدريسيه غنوريكم التريساج ديال ليندا بيان اسي سابي دابا كوشي سيد غاست غاست ديا دو اس سيد ديا شوف اسي دو با كوشي اوكي نو اوكي اس رجع شويه اوبي اس كوشي اوبي لا اوبي اس اوبي كوشي المهم وريتكم غير شويه من بزاف دابا خوشي هاد الكلبه دابا خدمت دريساج كومبلي اسي كوشي با بوجي مارش اوبي دو با زيكزاك تورن اي حاجه كتلاطاك اي حاجه كديرها من بعد غندير دريساج ديال الرينغ ديك ديك الكومبيتيسيون ديال الرينغ فرونسي غندير دريساج شي حاجه الهربه فهمتوني غير بقاو تبعين هاد الكليب ان شاء الله لا هي لا باقيه راه كتعرفوه. المهم دابا غنوريكم لاطاك اجي اجي اسامه اجي اجي غندير لا ليس صح هاديك الصمت هاديك الصمت غاست لا جاجي عشيني شغل ما تلقاش لك غاز اسي كما غنشوفو دابا لاطاك اخوشي بلا لاس غنشد غنشد ليها لاس غنوريكم لاطاك بس بس لا مابقاش غادي بس 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 كتعض اخوشي مكاينش الهضره تنطلع كلبه كتعض يلا عضت واحد قال لي طلق هو قال لي طلق عليه تحداني وطلقش عليه عضاش اجي اجي بلاش شكاش بغا ما نطلقاش بغا بغا شبان الكاميرا المهم كيف قلت لكم اخوشي كلبه تبارك الله دريساج بروفيسي ما كتعرفش شنو هو الخوف اسي ايه اسي ما كتعرفش شنو هو الخوف دريساج بروفيسيونيل ما خدمش معاه لا بغوات لا والو غير بالعقل راه كنشوف الاون ديريك كنشوف كلشي. المهم خوشي تابوناو في هاد لاشين كنت لكم ديما جاي